حياكم الله مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة في برنامج A to Z. تستمر فقراتنا المتنوعة اليومية إن شاء الله معكم ومواضيع جديدة دائما حتى إن شاء الله منتصف الشهر القادم، على اعتبارنا يعني يمكن أغلب يعني الأنشطة الرياضية توقفت، لكن مستمرون معكم إن شاء الله في تقديم يعني بعض الفقرات المميزة، وعندنا أيضا تغطيات مميزة وأيضا ضيوف مميزين. رحب معي اليوم بصديقنا وزميلنا عبد الله، حياك الله عبد الله المولي. أرحب فيك زميلي محمد وعلى السادة المشاهدين الكرام، واليوم عندنا العديد من الفقرات للأمانة الجميلة، منها فقرة سبورت راح يكون معنا الكابتن ناصر الشطي، وأيضا فقرة التايم لاين أحداث كثيرة تخص الدوريات العالمية. بيوسف اليوم نقدر نقول حق مشجعين أتلتيكو مدريد ألف مبروك الدوري اليوم حق أتلتيكو، وبرشلونة وريال مدريد تشري قاعد تعور قلبي عبد الله، قاعد تعور قلبي على اعتبار راح الدوري من ريال، لكن بالنهايه اكيد اتلتيكو مدريد يستاهلون. بس عندي تنويه بسيط عبد الله قبل ندخل في فقرتك الاولى، فقره سبورت مع ضيفك الكريم. كلنا قاعدين ننتقد جميع الفرق ومنها العالميه، ويمكن نخوض في امور يمكن لا تعنينا هنا في الشان المحلي، لكن من لا يتقبل الانتقاد او النقد عليه ان يجلس في بيته، سواء كنت في هيئه عامه أو في اتحاد أو في نادي محلي. إن لم تتقبل الانتقاد عليك أن لا تعمل. هنا احنا بالإعلام أيضا نتقبل الانتقاد، جبلنا يمكن منذ القدم وعرفت الكويت أن هي بلد رأي ورأي آخر ورأي وبلد مؤسسات، وبالتالي نريد أن نعمل، وهذا دورنا يمكن في الإعلام الكويتي وخاصة في الإعلام الرياضي في محاولة البناء وإبراز بعض السلبيات حتى نتمكن بإذن الله تعالى من العودة إلى منصات التتويج عبر كل الألعاب الرياضية. أخليك مع فقرتك عبد الله، وإن شاء الله نشوف حلقة مميزة مع ضيفك الكريم. كل الشكر لك زميلي محمد أبو قريس، وفقرتنا الأولى راح تكون فقرة سبورت. تزخر دولة الكويت بنجوم وأبطال في عالم رياضة المحركات منذ حقبة الثمانينات من القرن الماضي، سطروا أروع ملاحم التحدي، وتحظى سباقات السرعة للدراج ريس في البلاد بشعبية كبيرة جدا أحيانا جماهير كرة القدم، نظرا لما تتمتع هذه الرياضة بأسماء لامعة في سباقات السرعة سواء في السيارات أو الدراجات النارية. كثير من السائقين الكويتيين حققوا إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في منطقة الخليج، ورفعوا علم الكويت عاليا في المحافل الدولية. للحديث أكثر حول سباق السرعة يسعدنا أن يتواجد معنا اليوم في الاستوديو البطل المتسابق ناصر منصور الشطي، أحد أبطال سباقات السرعة بنادي باسل السالم الصباح لسباقات السيارات والدراجات النارية، الذين لهم صولات وجولات كثيرة في مضامير الخليج. نقول لك مساك الله بالخير كابتن ناصر. مساك الله بالنور، يا هلا وحياك الله. الله يحييك كابتن ناصر. بالبداية ما شاء الله تبارك الرحمن ألقاب عديدة، ويعني شفنا إنجازات اليوم. شنو اللي يميز كابتن ناصر في هذه الرياضة؟ والله هذه الرياضة رياضة دراج ريس، سيارات، سباق سيارات. يعني بلشنا فيها احنا من الثمانينات، بس أنا كمتسابق بلشت بالنادي هذا وفي عضويتي سنة 94 واستمريت في هذه الرياضة. فتدرجت من الاستعراض الحر الى سباق الدراجات الناريه، شوي شوي انتقلنا الى سباق السيارات. فجتنا حقبه زمنيه ان ما عندنا نادي، وقف المضمار عندنا بالكويت. فاضطرينا ان نادي باسل سالم صباح ان نشارك في الدول الخليج مثل البحرين، الامارات، ام القوين. بعدين تبطلت عندنا، بطلوا حلبه قطر، شاركنا بقطر. والحمد لله صارنا الحين كم سنة بطلنا حلبة بالكويت، من أحسن حلبات في الخليج. صحيح. ومكملين، بس تدري الوضع الصحي وكورونا والجائحة هذه طبعًا هي اللي شوي وقفتنا يعني. ولكن أثرت على المتسابقين بشكل عام. أثرت على المتسابقين وايد يعني، مو شوية. ممتاز. إحنا عندنا سي في الخاص بضيفنا، خل نشوفه ونرجع نكمل حوارنا مع الضيف. ناصر منصور الشطي، النادي نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية، الرياضة سباق السرعة دراج ريس، حاصل على المركز الأول في بطولة قطر لسباق السرعة 2014، حاصل على المركز الأول في بطولة البحرين لسباق السرعة 2017،
حاصل على المركز الثاني في بطولة الكويت لسباق السرعة 2019، وحاصل على المركز الأول في بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة 2020. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا السي في اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا أكثر لحلقة اليوم. كابتن ناصر، شنو اللي يميز اليوم رياضة الدراج ريس بالخليج بشكل عام؟ يعني أنت شايف الحين الشباب يعني من يوصل عمره، يعني خلنا أقول لك توه 17 شنو يبي سيارة، فبعد السيارة يبي سيارة كلها خلاص. شوف يبي السبورت، يعني شريحة كبيرة. صحيح. فخلاص يبي ياخذ سيارته، يبي شوي سبورت، يبي يتسابق فيها، وقاعد يشوف الفيديوهات، يشوف الافلام، يشوفنا احنا، فيبي يسوي كذي. احنا حاليا يعني قاعد نحاول نستقطب هذولي. صحيح. نجيبهم. فنادي باسل كان قاعد ينظم مو بس فقط سيارات الدراج ريس، حتى سيارات الشارع قاعد يسوي لهم بطولات. قاعد يسوي لهم بطولات، انه قاعدين يعني في البدايه تدري انت احنا عندنا السيفتي اهم شيء. اكيد طبعا. فاذا بنطبق عليهم قوانين السيفتي عشان يدش وياي يشارك، حتى لو سيارته ما يخالف، حتى لو سيارته مو قويه وايد، بس على اساس انه يشارك قوانين السيفتي راح اخرب سيارته. اكيد. يعني راح احط له الرول كيج الحديد اللي داخل، راح اشيل جاماته، راح اسوي وايد شغلات تخرب سيارته، تصير بس حق. فيا النادي باسل قللنا سرعتهم. قللنا من السرعه اللي هم يسوونه على اساس انه ما نخرب سيارته، ولكن احنا شنو؟ خلاص انا استقطبك من الشارع. صحيح. لا تروح تسابق بالشارع تذبح نفسك، واذا ما ذبحت نفسك يمكن تذبح لك عائله او اي حد. طب المكان الصحيح. تعال عندي. الاسعاف، المطافي، فرق الانقاذ، منظمين واداره نادي باسل، احنا كمتسابقين نساعدهم، نعلمه يشوف. فخلاص انت تعال فرق طاقتك الويكند عندي. صحيح. عقب الويكند خلاص روح ادرس، داوم، خلص شغلك. وفي تجهيزات تصير طول الاسبوع، اقعد جهز حق سيارتك، صلحها وعدلها وزيد الباور مالها. تعالي بالويكند عندك حلبة، تسوي لي تبيه بالحلبة بالسيفتي بالقوانين. يعني حلو، هذا اكثر شيء سيفتي. على طاري سيفتي كابتن ناصر، انت في كل رياضة اكيد هناك في خطوط امن وسلامة، شنو الامن والسلامة اللي موجود في رياضة الدراج ريس؟ أمن وسلام، يعني إذا بكلمك عن أمن وسلامة داخل السيارة أو برا السيارة. داخل السيارة أنا محكوم في الحزام السيفتي طبعا. أوكي. مو نفس حزام السيارة، هو وايد لير 5 بوينت دبل، يعني 5 بوينت أو 6 بوينت. حلو. فعندي مطفأة الحريق الخاصة فيني. أنا من داخل أقدر أني أنا أقطع الفيول عن السيارة أساس لا يزيد الاحتراق. وايد شغلات سيفتي أنا، يعني حتى اللبس مالي. ترى اللبس مالي انا سنويا يتشيك عليه، في اكسباير ديت، يعني اي ينقط اي واحد لبس. اللبس الخوذه مالتي فيها اكسباير، قاعد يتشيك علي نادي باسل، قاعد يتشيك علي نادي، يعني قبل اروح الحلبه. تخيل نادي وادارتي وانا لاعب عندهم اييج كنا ما يعرف فحص. بس اللبس لا اكسباير ديز ينتهي. ايه. حتى الخوذه، حتى الخوذه، هذه معلومه جديده. اي حتى النك، حتى الدز الجلوفز، حتى عزك الله الجود، كل شيء فيه تحت منظمه الفاي اي في اكسباير ديت. فاذا في اكسباير لازم حتى الحزام، شفت الحزام اللي انا بسه هذا في اكسباير، باراشوت اللي يوقف سيارتي. صحيح. فهذه انا كله ملزم اني انا ابدلها، بنصير اكسباير انا ابدلها عشان سيفتي. هي حق السيفتي داخل الحلبه. يعني داخل الحلبه عندي المنظمين، عندي الاسعاف موجود. صحيح. وطبعا عندي المطافي، وفي كونكت مع الاسعاف الجوي. ممتاز. يعني لا سمح الله لو يصير حادث عود لو يصير شيء، مجرد ثواني بسيطه انت مطلعينك برا السياره، يعني الناس كلها موجوده. صحيح. السيفتي موجود. طبعا احنا يعني حتى المنظمين والحكام اللي عندنا، لما انا اتربط والبس ابي ادش، مع ان مسوين علي تشيك قبل لا ادش البطوله، معطيني انه اوكي، وانا يشيك علي اني انا رابط الحزام، يشيك على السيفتي، لو يلقى خلل واحد يمنعك بسيط من السيفتي اوت. اوكي. تنطبقين يعني وهذا انت قاعد تشوف، يعني الحمد لله احنا من بطلنا حلبه الكويت. في حوادث تصير طبيعي، يعني انت تشوف بالتلفزيون يمكن او الجمهور يشوف حادث يقول الله يستر على السايق، يطلع السايق يسلم على الجمهور، ما في شيء. ليش؟ من درجات السيفتي اللي مطبق فيها، السيفتي على سرعات عاليه ومطبق السيفتي. والحمد لله يعني عندنا بالكويت ما في حوادث اللي صارت وايد، يعني ان فقدنا واحد من ربعنا لا سمح الله. يعني بس بالشارع ممكن تحصل هذه الشغله وتصير، لكن تحت تنظيم وتحت رعايه وتحت بالشارع. انت شنو عندك؟ انت عندك يعني انت عندك بس حزام الامان. صحيح.
زين وبعدين شنو عندك اكثر شيء بالشارع؟ طبعا احنا خلينا نتكلم، انا اكون صريح ويا ويا الناس اللي قاعد تشوفني واصدقائي، ترى انا واحد من الناس في طفولتي قبل يعني اول ما طلعت اجازه وسكت اوكي صحت انا واحد من الناس سابقت بالشارع، اي بس بعدين دريت شفت الطريق الغلط يعني شفت منع من الاهل الوالد لا وما يصير قام يمنعني والشارع لا وكذا، حولنا خلاص اتجهنا الى النادي المكان الصح، النادي المكان الصح لقيت الدعم ولقيت ان لا في ناس وفي الدوله قاعده تدعمني الهيئه العامه للشباب الرياضه قاعد اروح بطولات برا كانت الحين مستضيفني بالبرنامج هذا الحلو أكيد صحيح. ما مو معقوله ان يعني راح تستضيف واحد يقول لك انا اسابق بالشارع لان هذا مخالف للقانون اكيد طبعا فما عنده سيفتي بالشارع اصلا ما عنده ولا شيء حادث صار زين انت اذا انت ما عورت نفسك بتعور اللي وياك اكيد اذا ما ضريت نفسك تبي تضر وايد احنا فقدنا ناس نعرفهم ناس ربعنا فقدناهم بسبب سباق الشوارع صحيح كابتن ناصر احنا عندنا تقرير خاص خلينا نشوفه ونرجع مره ثانيه ناصر منصور الشطي احد ابرز المتسابقين في سباقات السرعه للسيارات دراج ريس على المستوى المحلي والخليجي لانه رياضي مميز يعشق التحدي وتحطيم الارقام ويسعى دائما الى رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الاقليميه تسيطر عليه رغبه جامحه لتخطي كل الصعوبات التي تعترض طريقه في مضمار سباق السرعه حقق النجم ناصر الشطي منذ بداية مشواره عام 1995 الكثير من الإنجازات والألقاب بفضل العمل المستمر نحو المجد إلا أنه لم يكتفي بما حققه في مضمار سباقات السرعة المحلية والإقليمية بل يسعى مستقبلاً إلى تحد عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية معلناً التحدي في واحد من أقوى وأشهر وأخطر سباقات السرعة للسيارات في العالم سباق السرعة للسيارات يسري كالدم في عروقي هكذا يصف البطل ناصر الشطي شغفه بهذه الرياضة المثيرة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياته رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية مع ضيفنا ناصر الشطي بطل دراج ريس في مضمار سالم صباح كابتن ناصر ما شاء الله تبارك الرحمن ألقاب عديدة كلمني عن البطولات اللي شاركت فيها سواء كانت محلية أو خارجية يعني بطولات والله هي وايد بطولات أنا ما توقفت الحمد لله ورب الحمد ما توقفت من موسم 2013-2014 كانت في قطر طبعا من قبلها كنا نشارك في الدراجات اليوم احنا نسولف عن السيارة الدراجات لا بعد من قبل ولكن خلني اقول لكم من السيارة هذه شاركنا فيها من الموسم 2013-2014 في قطر كانت هي اذا ما يعني اتوقع انها 7 جولات او 6 جولات فكانت حوشني طبعا مو سيارة ما كانت ملكي ملك قطر في صفة الاجار بس نازل فيها باسم نادي باسل وباسم الكويت هم عندهم سيارات كذي فنزلت فيها كان مجرد لي اول سياره اسابق فيها فكانت هي تيست اني انا انزل مو لي بطولات بس ابي اجرب مو متعود على قياساتها مو متعود على قياساتها ولا انا مخول اني انا اقدر انا احط العيارات مالتي الارقام مالتي ما اقدر اجيسها فيا اطلع الثالث يا الثاني يا الثالث ما شاء الله انجاز بحد ذاته ما شاء الله فقاعد احاول اطمح ابي الاول قطر كان عندهم شنو ما يتوجون الا الاول اذا طلعت الاول تصعد المنصه تاخذ كاس الاول ثاني ثالث لا ما في اوكي زين ابي ارفع علم الكويت ابي الاول ابي ارفع علم الكويت صحيح ليه اخر بطوله فهني يعني الصراحه اللي هو اسس لي بالسباق البطل الله يوجه له تحيه من هالبرنامج بطل طالب عنيدام اللي هو اسس وليومك والله وليومك هو اللي يصلح وياي سيارتي وهو اللي يقول لي سوي لا تسوي بطل طلال فقال لي انت ايش قاعد تسوي؟ قلت له شنو؟ قال لي انت اليوم بهالسباق هذا النهائي اذا خذيت الاول انت تاخذ بطل ابطال العرب بطل موسم. ما شاء الله. فقلت له انت شو قاعد تقول؟ قال رحت راجعت النقاط، احنا ما كنا قاعد نحسب نقاط، احنا مجرد اني انا ابي الاول برفع. دشيت السباق شديت حيلي
الشباب بعد ما قصروا وياي فريقي الاول ما شاء الله. فهني خذيت الاول ورفعت علم الكويت، خذيت بطل ابطال بطل الخليج. ما كنت مخطط لها كابتن ناصر كلش. يعني كنت مشارك مجرد المشاركه، مجرد مشاركه اني انا بتعلم على هذه السياره اساس بالمستقبل نجيب سياره نفسها احسن منها شوي، نفس الفئه هذه اللي تشوفونها ونكمل فيها. ممتاز. فهني صار الدافع اكثر ولقيت يعني التحفيز والتشجيع من الكل. يعني من البدايه كان في تشجيع ولكن قدرت اسوي هذا الشيء والحمد لله، ومن عقبها كملنا والحمد لله ما وقفنا كل البطولات والحمد لله كل موسم اصعد المنصه. ممتاز جدا كابتن ناصر. معنا اتصال هاتفي من السيد عوض سيف عوض المطيري، مدير عام نادي باسل سالم صباح لسباق السيارات الدراجات الناريه. نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي عبد الله، مس عليك ومس على اخوي ناصر وجميع المشاهدين، ويعطيكم العافيه على هذه المقابله. الله يعافيك استاذي. كيف تنظر الى نتائج المتسابق ناصر الشطي وما يحققه اليوم من انجازات في البطولات المحليه والاقليميه في سباق الدراج ريس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لله الحمد، يعني اخوي ناصر الله يحفظه ويعني انجازاته في دوله الكويت وخارج دوله الكويت، مشاركاته الخارجيه، ويعني هذه المشاركات بدات يعني مثل ما تفضل اخوي ناصر انها مشاركه لي يعني كسب مزيد من الخبره واحتكاك مع المتسابقين اللي سبقوا اخوي ناصر في يعني المشاركات. ولله الحمد والمنه يعني دوله الكويت ولاده في البطولات وولاده في يعني امثال ناصر كابطال. لله الحمد يعني حققنا في مشاركاتنا الخارجيه يعني مع جميع المتسابقين في مملكة البحرين وفي دولة قطر الشقيقة، يعني الكل كان يعني مجتهد ومن ضمنهم أخوي ناصر يعني حقق يعني بطولة نفس ما تفضل الخليج، وكان دائما حريص أنه يطور نفسه ومن بداية يعني مشاركته إلى أن وصل لله الحمد والمنة إلى هذا يعني الكم الكبير من المشاركات والكم الكبير من حصد الجوائز، والجوائز اللي قاعد يحصلها ان ابطال موسم، وهي تتوج من نفس ما شرح اخوي ناصر انه يكون عنده مشاركات يعني في البطولات وحصد النقاط، وهذا يتطلب جهد كبير حقيقه. يعني كان لهم حضور طيب، ويعني اليوم لما تشارك في بطوله مثل بطوله قطر لازم تشارك يعني اكثر من 5 جولات إلى 6 جولات، يعني انت تكون خارج دوله الكويت اكثر من 3 أشهر، حريص كل الحرص لحصد النقاط والتواجد المبكر، ويعني كان لهم يعني حضور طيب ونشكره عبر يعني برنامجكم وقناتكم. الله يسلمك استاذ سيف. ايضا شنو خطط النادي في الموسم الرياضي القادم ان شاء الله؟ والله الحمد لله، يعني احنا لله الحمد والمنه بعد ما يعني صار عندنا في دوله الكويت وانشات يعني مدينه الكويت لرياضه المحركات اللي يعني جمع الشباب تحت مظلة الأمن والسلامة، ويعني في مكان مخصص لهم، ومن هذه الرياضات يعني رياضة سباقات السرعة اللي هي دراج ريس. احنا كان عندنا خطة من بداية يعني انطلاقة هذه البطولات إلى يومنا هذا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أنت يعني شايف معانا اللي حصل في من الانتشار الفيروس كوفيد 19 ووقفنا بشكل مبسط، لكن الان ان شاء الله باذن الله تعالى على الموسم القادم عندنا بطولات وراح يكون في عندنا يعني بطل موسم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله اخوي ناصر يتوج ان شاء الله بطل موسم باذن الله تعالى في دوله الكويت ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لك استاذ سيف على هذه المداخله، وطبعا استاذ ناصر غني عن التعريف وفيه الخير والبركه، وان شاء الله القادم افضل وافضل باذن الله. كل الشكر والتقدير لك. نرجع لك اخوي ناصر ونتكلم عن البطولات اللي انت حققتها. اكيد في بطوله من البطولات انت حققت زمن ما تنساه، فشنو افضل زمن انت جبته؟ شوف احنا فئتنا هي يسمونها 4-5 اندكس، 4-5-0 اندكس، يعني انت تسوي لازم تقطع من اول ما تشب اللمبه عشان يفهموا المشاهدين، اول ما تقوم السياره تنطلق الى النهايه 200 متر لازم اسوي 4.5 اربع ثواني بوينت 500 جزء، اذا طفت كسرت الرقم انا اوت برا السباق.
واذا اللي قدامي سوى الرقم قبلي 4.5 هو فاز. ففي قطر كنا قاعدين ناهل نفسه على اساس يحطون منو احسن رقم يدش الاول. فاسمع المذيع انا واقف صاف دوري اسمع المذيع انه قاعد يقول عن رقم الشيخ دعيد دعيد فهد صباح رئيس اللجنه والنادي وجه له تحيه. ف شو يقول هذا اقوى رقم اللي هو 4.501 يعني واحد من جسم يعني اقوى رقم انه ما حد يكسره وهو الاول. صحيح. فقلت يا رب راح اخذ الاول. فدك منافسه حلوه بيني وبينه. فدشيت سخنت كذي قمت ولو 4.500 كسرت الرقم الثانيه اقل لا جزء جزء من الثانيه يعني جزء من 100. فقال لي فلما وقفت كذي خيت الورقه طلعت قمت اضحك. فلما رديت قعدت اضحك. ايه يقول لي شلون يعني؟ لان احنا الحمد لله احنا ابطال نادي باسل احنا ناس متمرسين على هذا الشيء. وفكب الخليج فتشوف المنصات لما قاعد نشارك بقطر نشارك بالامارات نشارك بالسعوديه بالكويت تشوف المنصات في كل الفئات. اي ما شاء الله لازم الكويتي صاعد المنصه. دوم الكويت ولاده اكيد طبعاً. لازم الكويتي صاعد المنصه. يعني في منصات الأمانة يعني وهذا حق الصور موجودة صور تتحدث في منصات ومو بالكويت برا الكويت منصة كويتية. صحيح. شوف أول ثاني ثالث كويتي. صحيح. ما تشوف اعرف إن الكويتيين مشاركين لأن بعض الساعات صار عندنا تضارب صار عندنا تضارب لأن إحنا نكون سنة من السنين نكون بقطر شغالين والبحرين نفس الشيء يضارب الجدول. زي أنا بقطر ماشي بحرين ففي جروب بسيط يطلع يروح البحرين عشان يشارك بالبحرين او يظل بالبحرين يشارك وفي جروب يكون بقطر وهذا. ولكن الحمد لله الكويتيين ما شاء الله يعني حتى بامريكا ترى مو قصري حتى بامريكا في ابطال عندنا راحوا امريكا مشعل الصبر محمد العواد محمد براشد سعود الزبن بدر دشتي ما قصروا ما قصروا شاركوا في جميع الفئات. لا مو جميع الفئات يعني مش على الصبر والعواد وبراشد هذول برومود سياك الكبار فئة العودة. صحيح. ابن إذا ما خاب ظني بالأوتلو في أهم أكبر من فئة سيارتي بعد يعني عرفت علي. بدر دشتي هي فئة السيارات اليابانية الهوندا يعني الهوندا بس لا قاعد يحققون لا لا يعني لما يوصلون المضمار هناك أن الأمريكان يدرون أن العرب وصلوا الكويتيين. أي صح. اتركوا بصمه في المحافل الدوليه لازم. في المكان ضروري لازم. الكويت طول عمره واحنا دائما نقول الكويت دائما ولاده في شبابها وفيكم كابتن ناصر وانا سعدت اليوم لوجودك معنا في برنامج A to Z. كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك يعطيك الف عافيه طول لي عمرك. بكذي نكون خلصنا فقرتنا وانتقل حق زميلي محمد بوقريس لفقره ما بعد النشر. حييك عبد الله وحيي ضيفك الكريم الكابتن ناصر الشطي ونروح حق فقرتنا يعني المنتظره او المرتقبه فيما بعد النشر يعني مع بروز جائحه كورونا والتاثير الكبير الذي تركته هذه الجائحه على الرياضه والرياضيين هناك ترقب واضح لعوده النشاط للمراحل السنيه التي تضررت من هذا التوقف. والرياضه ليست حكرا للكبار فالناشئين والشباب هم الأساس وهم عماد المستقبل. نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. تترقب الأندية المحلية خلال الفترة المقبلة قرار عودة النشاط الرياضي للمراحل السنية في مختلف الألعاب بعد أن توقف النشاط بشكل كامل منذ فبراير 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قبل أن تصدر لجنة الطوارئ مؤخراً قرار عودة النشاط الرياضي من جديد ولكن لفرق الدرجة الأولى فقط دون باقي المراحل. ولا يختلف اثنان على أن إيجابية قرار التوقف الذي جاء من باب الحرص على هذه الشريحة الحيوية وحمايتهم من التعرض لخطر هذا الفيروس، ولكن من الجانب الآخر يجب النظر على سلبيات هذا القرار والعمل على تلافيها بأسرع وقت ممكن بعد أن اقتربت مدة هذا التوقف من الدخول في السنة الثانية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على القواعد الرياضية الأساسية للأندية والمنتخبات في شتى الألعاب الجماعية منها والفردية. وتؤكد المصادر الإعلامية أن قرار عودة النشاط الرياضي للمراحل السنية
بات قريب جداً بعد أن رفعت الهيئة العامة للرياضة كتاباً إلى لجنة الطوارئ الوزارية تطلب فيه عودة النشاط في ظل تسارع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية واقتراب الوصول إلى مرحلة المناعة المجتمعية. وبدأت الأندية تعد العدة ترقباً لهذا القرار المنتظر لتباشر استعداداتها لاستقبال أبنائها اللاعبين والتجهيز لانطلاق المنافسات من جديد بالشكل المناسب. الحركة الرياضية الكويتية حال حال جميع يعني العالم بعد إصابة يعني هذه الجائحة لكل دول العالم وتأخر يمكن الناشئين راح يكون هو موضوعنا اليوم وكيف نلحق بالركب على اعتبار أن الناشئين هم الأساس وهم عماد المستقبل. يسرني أن ألتقي بالأستاذ جابر الشريفي الصحفي، حياك الله ويانا في برنامج A to Z في فقرة ما بعد النشر. حياك الله أخوي محمد، نمسي عليك وعلى السادة المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة مميزة نتسلط فيها الضوء على موضوع مهم خاص في المراحل السنيه. لا شك. ايضا على الطرف الاخر كابتن اسامه المنصور المدرب الوطني، حياك الله ويانا ويا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك ويحيي الجمهور مشاهدين الكرام، وان شاء الله تكون الحلقه مثمره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤالنا المطروح جابر، النشاط الرياضي المراحل السنيه متوقف من موسمين، يعني من اول ما عرفنا بجائحه كورونا. تاثير هذا الامر على اللاعبين، على الطواقم الفنيه، على المدربين، على الاداريين، على الانشطه، لانهم هم الرافد بالنهايه الاساسي حق الكبار. يعني هو بصراحه يعني الايقاف كان بتاريخ اعتقد شهر 2/2020 اخر نعم. فاتوقع يعني بعد اجازه العيد الوطني كانت اغلبيه الاتحادات موقفه. نعم. عشان العيد الوطني. نعم. في 2020، فمن بعد اجازه العيد الوطني ما ردت المباريات، اصدر قرار من الهيئه العامه للرياضه بايقاف جميع الانشطه الرياضيه الخاصه في المراحل السنيه والفريق الاول قبل ان تستأنف عوده الفريق الاول في شهر يوليو. نعم. واستثناء الفرق الدرجه الاولى، درجه الرجال. واعتقد ان يعني القرار مثل هذا يعني كان بصراحه له اثر كبير على اللاعبين وعلى جميع الكوادر الفنيه والاداريه. ويمكن اخوي اسامه مدرب مراحل سنيه يمكن اكثر مني يعرف كمدرب شنو اثر هذا الامر. نعم. على اللاعبين وعلى نفسيات اللاعبين وعلى حتى يعني لياقه اللاعبين. الامر الاخطر اخوي ان الان يعني احنا قاعد نشوف بعض الدول يعني خلال الفترة اللي طافت لما احنا القرار اصدر لعودة الرياضة الكويتية، وكان القرار لفرق الدرجة الاولى فقط في شهر 7/2020، بعض الدول القريبة من عندنا يعني اصدر القرار معها ان حتى فرق المراحل السنية عودة الانشطة الرياضية الا احنا في الكويت. يمكن احنا في بعض الدول لا زالت نفس الكويت، والكويت يمكن تتبع يمكن تعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية. وبالتالي لا، في بعض الدول لا، مثل عندنا يعني المملكة العربية السعودية جميع مسابقات المراحل السنية بما فيها حتى البراعم شغالة لغاية الآن، وهذا يعني اتكلم على جميع الألعاب. اما احنا هني في الكويت لا، جميع الألعاب واقفة بكرة القدم وبقية الألعاب. خلني انتقل يعني بنفس السؤال يعني من الناحية النفسية، وانت مدرب اخوي اسامة، تأثيرها أول شيء على اللاعبين أكيد قاعد يكلمونكم شباب صغار يريدون أن يمارسون رياضتهم، خاصة لما شافوا مثل ما تفضل جابر أن بدأت الحياة تعود تدريجيا خاصة بالنسبة للكبار. والله كلامك صح أستاذي. أنا يعني بالنسبة للاعب في الكويت تأثر بشكل كبير. إحنا التوقف صار شهر 2، كانت آخر جولات الدوري تقريبا، باقي جولتين. احنا عادة نهاية كل موسم 1/4 تقريبا اذا بعد بطولة الكاس مات المراحل السنية، من 1/4 لشهر 7 اختبارات الطلبة اللاعبين اخواني اللاعبين، فكل موسم تقريبا 3 أشهر هذه تكون واقفة للاعبين. احنا الحين موسم كامل، سنة كاملة ميلادية اللاعب ما تمرن،
أكيد تأثير كبير سلبي على الجانب البدني الفني الذهني بشكل كبير. طبعا الذهني هذا عامل كبير في عالم كرة القدم. الأمور هذه كلها مثل ما قال الأستاذ جابر أن السعودية دولة شقيقة يمنا شغالة من البراعم اللاعبين الصغار أصغر فئة، فهذا يعتبر لهم نجاح أن سابقينا موسم كامل في العمل. اللاعب متأثر بشكل كبير. احنا حاولنا نسوي تجمعات في بعض الاستثناءات، يعني انا اكلمك على الفئة اللي انا ادربها تحت 17 سنة. نعم. احنا فريقي انا منقسم قسمين على الكتاب مال اللجنة الأولمبية اللي هو تحت 18 سنة، فريقي 18 و17. حاولنا خاطبنا الاتحاد وحاولنا خاطبنا اللجنة الأولمبية ان هذه فئة واحدة، زائد ان الفئة هذه عندها مشاركة دولية قريبة اللي هو المنتخب الأولمبي، فلازم يعملون. فحاول الاتحاد الكويتي ينقذ ما يمكن انقاذه، فاخذ اللاعبين تقريبا اختار 60 الى 65 لاعب من الفئه هذه. طبعا يعطيهم العافيه الاخوان في الاتحاد، حاولوا يشاركونا معاهم في الـ في الـ في الاشراك الاسامي في تجمع اللاعبين، لان الفئه هذه ما تجمعت تقريبا 5 سنين 4 سنين، مع ان المنتخبات الثانيه نفس الفئه. يعني اكلمك على الامارات. طيب انا راح ارجع حق هذه النقطه اسامه، بس خلينا نقول متى ناخذ القرار، يعني هل يعني قرار العوده اصبح يعني حتمي الان وهو موعد مناسب الان، خاصه بعد ما شاهدنا يمكن البطولات المحليه بالنسبه للكبار او للفئات العمريه الكبيره هي موجوده؟ لا أخوي محمد، يعني هو الآن القرار بغض النظر أنه حتمي، يعني هو حتمي يعني كمطالبات كرياضيين إحنا نشوف يعني أنه لابد من عودة المراحل السنية، ولكن يعني هذا الأمر أنا متأكد أنه يعني استشعرت فيه الهيئة العامة للرياضة من خلال اجتماعاتها مع الأندية ويعني ومع الاتحادات، وتأثير هذا الأمر على المنتخبات الوطنية في المستقبل. فيعني المعلومات اللي عندي ان الهيئه العامه للرياضه رفعت توصيه للجنه الطوارئ المنبثقه عن مجلس الوزراء اللي هي برئاسه وزير الدفاع الشيخ حمد العلي لاستئناف منافسات المراحل السنيه الخاصه في جميع الالعاب. ويعني الامور لغايه الان والتطمينات، الهيئه اخذت تطمينات في ان شاء الله راح تكون في موافقة على عودة منافسات المراحل السنية سواء جماعية أو فردية، سواء جماعية أو فردية، جميع الرياضة بشكل جميع أشكالها. وأعتقد أن الآن يعني في الاتحادات أبلغت من الهيئة العامة للرياضة بشكل رسمي، ويعني أنا قاعد أشوف أن في خطوات تسبق العودة. الخطوات هذه قامت فيها الاتحادات حاليا من صيانة الصالات اللي كانت والملاعب اللي كانت تستضيف منافسات المراحل السنية، بدأت أعمال الصيانة شايفها من الأسبوع الحالي أو من الأسبوع الماضي، بدأت أعمال الصيانة في بعض الصالات والأندية اللي تستضيف المنافسات. علاوة على ذلك ما يؤكد الأمر هذا كله أن الدكتور خالد السعيد عضو لجنة اللقاحات الكويتية طلع في يعني في لقاء تلفزيوني في تلفزيون الكويت وتكلم بشكل مباشر انه راح يكون في لقاح خاص في الاطفال اللي اعمارهم اقل من 16 سنة، وسيبدا يعني توزيع هذا اللقاح في شهر 7 القادم. وبالتالي اعتقد متى ما ويعني عودونا اللجنة الأولمبية مع الهيئة ان يكون في أولوية لفئة الرياضيين، وهذا ما حصل مع فرق الدرجة الأولى وكوادرهم يعني. نعم. في التطعيم. نعم. واعتقد ان هذا راح يكون في أولوية ايضا للاعبين واجهزتهم الفنية والإدارية في شهر 7 المقبل. نعم. وبالتالي ان شاء الله يعني نقدر نقول ان عودة المراحل السنية راح تكون مع الموسم الجديد بشكل يعني شبه رسمي ونتفائل. طيب هو السؤال في حال العودة أسامة، يعني هل تعتقد التجهيزات الترتيبات راح تكون بشكل مغاير، راح يكون في ضغط بالنسبة حق التدريبات، شو راح تتعاملون مع هذا الأمر؟ والله كلامك صح، فنيا كوني أنا مدرب مراحل سنية، برنامج التدريبي لازم يتغير، لازم يكون تمارين مكثفة. أعتقد إحنا يعني لازم تلزم الأندية كلها مجالس الإدارات تهتم في المراحل السنية أكثر في تخصص معسكرات، ما قدرت تسافر معسكر داخلي. كثافة التمرين نحاول كثر ما نقدر يسعفنا الوقت عشان نرد اللاعب ذهنيا فنيا لياقة بدنية. يحتاج اللاعب مباريات، التوقف هذا
سلبي بشكل كبير، بس إن شاء الله كل شيء له حل. أنا بالنسبة للتطعيم بالضبط، أنا سمعت أن في تطعيم لأعمار الصغيرة، أتمنى أنا اللجنة الأولمبية والاتحاد الكويتي يشرك الأندية للتحفيز للتطعيم. يعني تبي تبدأ لازم تطعم الكادر اللي عندك الفني والإداري واللاعبين، راح يصير تحفيز، راح يروحون اللاعبين. طيب أنت قاعد تتعامل الحين ويا أبنائك اللاعبين، يعني أنت في السابق حسب علمي كنت بنادي السالمية فترة طويلة، كنت مميز، وانتقلت إلى الآن إلى نادي كبير مثل نادي الكويت. تعاملك مع اللاعبين، تواصلك معهم أثناء فترة الأزمة، إيش كانوا النصائح اللي كنت تقدمها لهم؟ والله حاولنا نحط تمارين أونلاين، نقدم برامج ونقول حق اللاعب اشتغل على نفسك، لا توقف، لأن يمكن كانت عندنا إحنا أن ممكن نرجع في أي لحظة. كان كلام كثير انه يعني يعفون عن فئتنا احنا اللي تحت 17 سنة، لان الفريق منقسم قسمين على القرار مال اللجنه الاولمبيه، تحت ال 18 وفوق ال 18، 17 سنه و 18 سنه. فكنا نحاول اونلاين تمارين، جمعناهم في فترات معينه لما حسينا في ممكن يعني لما افتحوا القرارات ممكن يشارك يلعب كره، يعني على الاقل تحرك سوى رياضه أساس، بس شوي أن اللاعب لا يفقد كل ما يملكه أو كل خذاه الفترة اللي طافت. نعم، دور الاتحادات جابر يعني الرياضية في هذا الجانب، دور الأندية، تفضلت أنت وقلت أن الهيئة العامة يعني بدأت في خطوات جيدة الحقيقة، دور والتعاون في هذا الشيء. هو يعني في دور كبير يقع على الاتحادات من الإعداد للموسم، مثل ما تفضلت وقلت لك أنا قبل شوي، قلت لك موضوع الصيانة، عملية صيانة الصالات والملاعب، هذه يعني الاتحادات دور كبير فيها في الاستعداد لهذا الأمر. ولكن أيضا يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم الاتحادات أغلبية الاتحادات مرتبطة في مشاركات خارجية، والمشاركات الخارجية هذه إذا ما خصوصا المؤهلة للمشاركات القارية، مثل يعني بطولات خليجية مؤهلة إلى بطولات آسيوية، أنا ما أتكلم عن البطولات العربية، لأن البطولات العربية دائما ما يكون معترف فيها لدى الاتحادات الدولية، لأنها يعني في المنظور الأولمبي عند الاتحادات الدولية أن هذه ذات طابع عنصري للبطولات العربية، هم ينظرون لها كذي. فبالتالي أعتقد أن يعني الاتحادات الدولية الاتحادات المحلية الآن قاعد يعني مثلا على سبيل المثال عندنا الاتحاد الكويتي كرة السلة عنده مشاركة في شهر 8 القادم في بطولة خليجية مؤهلة لآسيا في البحرين، بطولة الناشئين تحت 17 سنة. طيب الناشئين أنت الآن أساسا ممنوع عليهم التدريبات، فشنو اللي قاموا فيه الاتحاد؟ أن قدموا عن طريق الهيئة طلب استثناء لإقامة تدريبات المنتخب الوطني، ونفس الوضع بالنسبة حق المنتخب كرة الطائرة اللي عنده مشاركة خارجية أيضا. نعم. والمعلومات اللي عندي أن هذا الاتحاد السلة واتحاد الطائرة قدموا إلى الهيئة العامة للرياضة طلب استثناء من أجل التجمع وإقامة تدريبات، وبالتالي الهيئة قامت برفع هذا الكتاب إلى لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء وتمت الموافقة، وبدأوا تدريباتهم من شهر رمضان الماضي استعداد حد للبطولات المقبلة. الاتحادات الآن يعني تعمل على جانبين، الجانب الأول أنه أنت يعني جهز المنتخبات الوطنية حق المشاركات الخارجية، الجانب الثاني ما يقع عليك الاتحاد مسؤول عن تنظيم المسابقة، يجب إذا قالت الهيئة أن عودة منافسات المراحل السنية يجب أنت الاتحادات تكون جاهزة من جميع الجوانب، من خلال يعني تجهيز الصالات وتجهيز الملاعب وأيضا تجهيز الحكام لإدارة المباريات. طبعا هذا شيء تفضل إذا عندك. يمكن أنا عندي نقطة مهمة جدا بخصوص موضوع الاتحادات، أنا يعني هذا الشيء أنا أشوفه من وجهة نظري، يمكن الأخ أسامة يشاطرني هذا الأمر أو يكون عنده وجهة نظر مختلفة. أنا أعتقد أن الاتحادات إذا ما عادت المنافسات المراحل السنية يعني كعادتها في شهر 10 المقبل أو في شهر 9 المقبل، يجب على الاتحادات أنها تعمل بطولات تنشيطية تهيئ اللاعبين، ما يكون على طول دوري إيه، نعم. ويكون دوري رسمي وعليه منافسات وعليه نقاط تفوق، وبالتالي أعتقد حتى المدربين يأخذون فرصتهم، لأن اللاعب كان واقف حوالي تقريبا
سنة ونص أو راح يكمل سنتين. فبالتالي أعتقد لا تأثير كبير على اللاعبين، يجب تجهيز اللاعبين. يمكن في لاعب كان تحت 13 سنة راح يلعب على طول تحت 16. هذا الدور أيضا مضاعف، مرحلة كاملة طافتة. هذا الأمر مضاعف حتى عليكم كمدربين، يعني أنت أكيد كنت مهيئ لاعبين معينين واصل معهم لدرجة جيدة، يعني من العطاء ومن ثم وصل مرحلة يمكن مهارية جيدة. اليوم شلون راح تتعامل وياهم وهو فاقد يمكن حتى احساسه على اللعب؟ يعني نقول اللاعب اذا وقف شهر او شهر ونص يحتاج يمكن مباراتين ثلاث حتى يعود الى اللاعب المحترف. ها ايوه اسامه نعم، كلامكم صح. اللاعب وانا اتفق مع استاذ جابر انه يحتاج بطولات تنشيطيه، وانا ما اعتقد يعني احنا دائما الاتحاد يشاركنا في قراراته بالمراحل السنيه، يجتمع معانا يشوف ارائنا، ساعات احنا تي الافكار منه بالاول والاخير احنا كلنا نصب في قالب واحد لا شك. فانا اللاعبين اكيد مستواه الفني يختلف، خصوصا الفئات اللي هي 15 17 سنه. انا دائما اقول انت لاعب درجه اولى، لان قرار الاتحاد الكويتي الاخير انه كان في لاعبين يقدرون يشاركون فريق الاول بسبب كورونا والاصابات والتجهيزات اللاعبين البدنيه. فدائما اقول انت لازم فكرك نفس فريق لاعب، ممكن باي لحظه انت راح تلعب فريق اول. وانا استانس في صراحه بقرار الاتحاد، قرار شجاع. في ناس انتقدت هذا القرار، ولكن انا اتكلمني كمدرب مراحل سنيه، دوري التصنيف وبعدها في انتقل لدوري مرحلتين كان ناجح بشكل كبير للاعب، اللاعبين صغار السن. لسبب دوري التصنيف تقريبا في نسبه كبيره اغلب الانديه شركت كل اللاعبين. طبعا اللي ما اشرك هذا عنده مشكله كبيره فنيه راح تحصل له قدام. بغض النظر عن النتائج، لانه كان دوري نفس بطوله تنشيطيه تعتبر. نعم. او عشان كذا انا ايد استاذ جابر، الموسم الجاي انا اتمنى بطولات تنشيطيه للمراحل السنيه. انا الحقيقه شاكر لك اسامه، والحقيقه يعني نورتنا اليوم يعني كمدرب وطني شاب. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في عملك القادم، وتستثمر يعني جهودك هذه مع أخوانك في الاتحاد وفي النادي، ويعني لمحاولة يعني الدفع باللاعبين. أشكر أيضا أخوي جابر الشريفي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نشوفك مرات قادمة بإذن الله تعالى. إذن هي الأساس مشاهدينا الكرام كما قلنا دائما، يعني المراحل السنية وجميع الألعاب، وإحنا نقول دائما نحاول أن ندفع هؤلاء الشباب ليعني الوصول على الأقل إلى محاولة الوصول إلى اللياقة البدنية سواء الذهنية أو حتى اللياقية لعودتهم مرة أخرى بإذن الله تعالى. إذا عندنا تقرير خاص عن يعني تدريبات منتخبنا الوطني، يجب أن نركز الضوء أيضا على منتخبنا الوطني هناك في دبي، ومراسلتنا سالي سعد. استعدادا لاستكمال منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا الصين 2023، انطلق في إمارة دبي معسكر المنتخب الوطني الكويتي لكرة القدم. بكل تأكيد هذا المعسكر معسكر تحضيري لاستعداداتنا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم اللي تستضيفها المجموعة الكويتية ضد المنتخب الأسترالي وضد المنتخب الأردني وضد منتخب صين تايبي. نتمنى يا رب إن شاء الله أيضا الجهاز الفني بقيادة المدرب كراسكو تجهيز اللاعبين وإعداد اللاعبين لهذه التصفيات. نعلم علم اليقين ضغط المباريات أو ضغط الجدول اللي كان بالفترة السابقة عندنا بمسابقاتنا المحلية وانتهاء الموسم خلال قبل تقريبا 4 أيام. نتمنى إن شاء الله أن اللاعب إعادة الاستشفاء اللاعب من الناحية البدنية ويتم تجهيز على اعلى مستوى ان شاء الله لخوض هذه التصفيات اللي تستضيف المجموعه نفس ما قلت في بدايه كلامي بالكويت. ويا رب ان شاء الله يوم عن يوم تزيد استعداداتنا لهذه التصفيات. وطبعا انت عشان تكون واضح، اليوم هذه كره قدم فيها فوز فيها خساره فيها تعادل. احنا اليوم ننظر الى انه يكون عندنا فريق بالمستقبل يكون قادر على ان ينافس الفرق الاسيويه امانه. يعني انا يمكن كثير انسال السؤال هذا، هل انتم راح تحققون مثلا نتيجه في هذا في هذه التصفيات؟ نامل ان تكون نتيجه ايجابيه، لكن هذا الامر في علم الغيب. اهم شيء انا عندي اليوم كمسؤول اني اشوف هناك من فريق يلعب كره قدم صحيحه، فريق يلعب كره قدم منظمه داخل الملعب. بالنهايه النتائج راح تاتي مع الايام باذن الله.
المعسكر يتخلله مواجهة ودية أمام المنتخب الماليزي، ستكون محطة مميزة للأزرق للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنتخب ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل استكمال التصفيات المزدوجة الشهر القادم، حيث جاء اختيار دبي لإقامة المعسكر بناء على رغبة الجهاز الفني والإداري لما له من فوائد إيجابية ستنعكس على المنتخب فيما هو قادم. والله شوف يعني احنا تونا انتهينا من الدوري، يمكن هذا اول تمرين يوم تمرنا بعد وصولنا الى دبي. اكيد راح يشتغل على العامل البدني، العامل النفسي، يطور من السلبيات اللي كنا فيها في المرحله السابقه، وباذن الله ان شاء الله نكون على مستوى عالي قبل التصفيات. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ركز على التركيز خطوه بخطوه من المباراه، اول شيء من التمرين الى المباراه الوديه مع ماليزيا، ومن ثم التركيز في المباريات الرسميه اللي هي استراليا والاردن. ولكن الان يعني كل تركيزنا اثناء التمرين، وتركيزنا يكون الاكبر اثناء المباراه الوديه ان شاء الله. هذا ويحاول الجهاز الفني بقيادة الإسباني أندريس كاراسكو اختيار التشكيلة المناسبة وتجهيزها بالصورة الصحيحة لمواجهة أستراليا والأردن في المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة التي يحتل فيها الأزرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، بينما يتربع المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مواجهات محققاً العلامة الكاملة. يسعى الأزرق الكويتي لكسب التصفيات التي تقام على أرضه وضمان التأهل لأهم الأحداث الكروية القادمة. لبرنامج A to Z، سالي الأسعد، تلفزيون دولة الكويت، دبي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وفقرة تايم لاين، نستأنف معكم فقراتنا لحلقة اليوم مع أبرز ما شغل الجماهير الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر فقرة تايم لاين. وقبل عرض التغريدات دعوني أرحب بضيفي الناقد الرياضي المميز أحمد الفرهود. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا عبد الله، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين. طول عمرك. اليوم في احداث كثيره تحصل، وراح نتكلف ونبلش في تغريداتنا لهذا اليوم مع بطل الليغا اتلتيكو مدريد يتخطى الحدود ويحرز لقب الدوري الاسباني للمره 11. اتلتيكو مدريد بدا مباراته امام بلد الوليد بشكل متسرع وتخلف بهدف، الا انه رد مره ثانيه بالمباراه وحقق اللقب. اليوم شلون تشوف فوز اتلتيكو مدريد بالدوري؟ بالبداية عبد الله نبارك لأتلتيكو مدريد، فعلا فريق استحق لقب الدوري الأسباني هذا الموسم، فريق قدم مستويات كبيرة جدا. يمكن اللي حصل، يمكن تكلم في مباراة أمس، يعني كان في شوية ارتباك وشوية شد وخوف من لاعبين أتلتيكو مدريد. دائما الأمتار الأخيرة يكون فيها الحسم جدا صعب، وأنت اليوم الملاحق لك هو ريال مدريد، فأعتقد أنه يمكن هذا الشيء شوي يمكن أثر على مباراتهم بالأمس. أكيد طبعا. ونروح التغريدة اللي بعدها، تغريدة خاصة بلويس سواريز ودموع الفرح على النجم. أتلتيكو مدريد يبكي فرحا بعد الفوز بلقب الدوري الأسباني، شنو سبب التأثر الكبير لسواريز؟ شوف عبد الله، ما يخفيك طبعا الكل عارف ما حصل للويس سواريز في هذا الموسم والطريقة الغير محترمة من إدارة برشلونة اللي طلع في خروجه، يعني لم يكن في تقدير ولا لم يكن في احترام لهذا اللاعب لما قدمه مع برشلونة. قدم يعني مواسم جدا ممتازة، كان فعلا نجم صعب جدا في نادي برشلونة، وإلى الآن يمكن حتى برشلونة غير قادر على 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 تعويض غياب لويس سواريز. سواريز عاش في تحدي، وتحدي كبير لإثبات نفسه وإثبات ذاته في هذا الموسم، وكلنا شفنا وشاهدنا يعني مساهمة لويس سواريز في حصول أتلتيكو مدريد على لقب هذا الموسم. اللاعب سجل 21 هدف، يعني هذا بحد ذاته يعني تقريبا حسب الإحصائيات لويس سواريز ساهم في 20 نقطة لنادي أتلتيكو مدريد. وشفنا في مباراة أمس كان لاعب ثقيل جدا في الملعب، حاسم
لنادي أتلتيكو مدريد، وهو أيضا قلت لك أنا عاش هذا التحدي في الأتلتيكو ولإثبات نفسه، وهذا ما حصل أمس. اليوم معدل أعمار اللاعبين من يرتفع عمر اللاعب خلاص يعني الأنظار تقل. كابتن أحمد، لويس سواريز عكس لك الآية هذه، مثل ما شفنا إبراهيموفيتش، مثل ما شفنا كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي، اليوم شلون تشوف عمر سواريز ممكن يعطي بالسنوات القادمة؟ شوف عبد الله، يمكن الكل يتفق معي في هذه النقطة أن العمر هو مجرد رقم لأي لاعب. اليوم اليوم هو الفيصل أرض الملعب. صحيح. أنت اليوم إذا قدمت في أرضية الملعب أنا ما يهمني عمرك أيا كان. شاهدنا لويس سواريز، نعم هو تقدم بالعمر، نعم يمكن برشلونة استغنى عنه لهذا السبب، وكأن اللاعب يعني كرسالة واضحة لأن اللاعب قد انتهى، ولكن أتلتيكو مدريد منح لويس سواريز هذه الثقة وأعطاه هذه الإمكانية لأن يثبت نفسه في هذا الموسم، وشاهدنا أيضا على أرض الميدان أن فعلا الرقم هو العمر هو مجرد رقم ولا يثبت هذا الشيء. العطاء داخل الملعب هو أكبر دليل يعني. صحيح. وأيضا إلى تغريدة أخرى حول النجم سواريز، سواريز الذي تخلى عنه برشلونة ب6 ملايين يورو فقط، خاض تحدي جديد ليقود فريق أتلتيكو مدريد إلى اللقب الثمين للغاية للأمانة. رأينا ما قدمه سواريز هذا الموسم. اليوم بشكل عام سواريز ممكن يجدد عقده يستمر مع أتلتيكو ولا إلى نادي آخر؟ أعتقد عبد الله اللي قدمه سواريز بهذا الموسم يعطي الحق بتجديد عقده أمانة. لاعب كان ثقيل جدا في أرض الملعب، لاعب قدم الكثير في هذا الموسم. عبد الله ترى يمكن احنا نشوف مساهمته أو تسجيله عفوا ل 21 هدف، يعني يبتعد عن المركز الثاني من الهدافين بهدفين، 23 هدف. فأعتقد أن 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 يعني سواريز رد على جميع المشككين في نادي برشلونة بأنه هو فعلا قادر على تقديم موسم أو موسمين يعني بشكل كبير وبشكل مقارب لما قدمه في هذا الموسم. ممتاز. وإلى تغريدة خاصة دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، من الصعب جدا الفوز بلقب الليغا أمام ريال مدريد وبرشلونة، لكن سيميوني فعلها مرتين. السؤال، دييغو سيميوني يثبت دائما أن علامة بارزة بين نخبة مدربين العالم، دائما كل فريق بالعالم لو تسأله منو المدرب اللي تتمنى يدربك راح يقول لك دييغو سيميوني. شنو السر في دييغو؟ شوف عبد الله، اليوم ما يخفيك سيميوني هو من افضل اللاعبين افضل المدربين على مستوى العالم، يعني يمكن انا في رايي هو من التوب 10 على مستوى العالم. صحيح. مدرب دائما ما يكتشف لاعبين، كلنا شفنا اكتشافه لاكثر من لاعب لمواسم يعني سابقه وايضا لهذا الموسم، قادر على تفجير ما في داخل اللاعب من موهبه. يعني انا اجزم ان هو استغل تحدي لويس سواريز في هذا الموسم، ويعني استطاع أن يخلي لويس سواريز أنه يفجر في هذا الموسم ويحصل على ما حصل عليه، هو لقب الدوري وأيضا تميز لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى يمكن اكتشافه لأكثر من لاعبين، لورينتي، اكتشاف لورينتي في مركز جديد أيضا. صحيح. أوبلاك اليوم أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد حصل على جائزة زامورا عبد الله اللي تم تأسيسها طبعا في موسم 99-2، حصل عليها 5 مرات، فما في حارس يعني حصل عليها لهذه السنوات العديدة. فأعتقد أن يعني سيميوني قادر أن يتعامل مع اللاعبين وصناعة النجوم. ممتاز. وإلى ريال مدريد وتغريدة جديدة، ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2010 يخرج من موسم دون أي لقب. ريال مدريد حاول منافسة حتى آخر مباراة لكن لم يحقق أي شيء، رأيك بموسم الريال بشكل عام؟ شوف عبد الله، ما يخفيك أن ريال مدريد فريق كبير، فريق صاحب بطولات، يعني يمكن ما حصل لريال مدريد في هذا الموسم يعني ما يسر، مثل ما يقولون ما يسر لا عدو ولا صديق، يعني عرفت ابتعاده عن المنصات في هذا الموسم، أسبابها كثيرة وعديدة جدا، يعني منها يمكن كثرة الإصابات وعدم اكتمال صفوف الفريق في هذا الموسم، يعني عانى الأمرين يعني في هذا الموسم، يمكن تدارك الموقف في
آخر الموسم يعني عودة اللاعبين واكتمال صفوفه. كلنا شاهدنا يمكن اللحاقة بأتلتيكو مدريد لآخر جولة، وهذه تحسب لنادي ريال مدريد، بالإضافة يمكن إلى خروجه من دوري الأبطال. يعني كان خروج منطقي، خلنا نقول يعني يعني يمكن الفريق كان يعاني بشكل كبير جدا في مسألة الإصابات، أيضا يمكن غياب العنصر والركيزة الأساسية لنادي ريال مدريد وهو سيرجيو راموس يعني لأكثر من شهرين، وغاب عبد الله، غاب عن مباريات كثيرة، مباريات مهمة، مباريات حساسة جدا، يمكن هذه الأمور أثرت بشكل كبير على ريال مدريد. إدن هزارت بالإضافة عبد الله نسيت أضيف هالشغلة، أن أيضا يمكن تفريط ريال مدريد وإعارته لبعض اللاعبين الصغار مثل أوديجار، مثل أشرف حكيمي، أشرف حكيمي يعني مثل لاعب توتنهام ريغلون، أعتقد يعني أنت عندك اليوم يمكن من أفضل الباكات يمين والشمال أنت فرطت فيهم. يعني أشرف حكيمي ما راح يرجع ترى، بس هو تم بيعه يعني خلاص. يعني أقصد أن أنت فرطت فيه اليوم، وهذا طبعاً السبب كان يتحمله زيدان طبعا في المقام الأول. فأعتقد أنه يعني في مثل هذه الأمور، وأنت اليوم ما تملك حتى لاعبين بدلة على مستوى عالي جدا أساس أنه يكون في سد لهذا الفرق. أكيد طبعا. وأيضا إلى تغريدة أخرى من ريال مدريد، زيدان سيتحدث مع الإدارة لتحديد مستقبله، وفي حال رحيله سيكون الإيطالي أليجري أول المطلوبين. شنو السيناريو المتوقع مع زيدان؟ وهل أليجري في حال وصوله لريال مدريد راح يرضي طموح الجماهير المدريدية؟ شوف عبد الله، يمكن لهذه اللحظات أنا أكلمك يمكن قبل ساعة أو قبل ساعة ونص، هو كان في يعني كلام من إدارة نادي ريال مدريد لزيدان بأن ما يتم الإعلان عن رحيل زين الدين زيدان، هناك يمكن بعض الأمور وبعض التغيرات اللي راح تكون موجودة للموسم القادم. يمكن زيدان حاط بعض الشروط للتعاقد مع لاعبين صغار بالسن، خلنا نقول الحين يمكن لاعبين شوي كبار بالسن اللي يملكهم زيدان ولا يملك دكة بدلاء على مستوى عالي جدا مثل ما قلنا توه. فأعتقد أن في وعود لزيدان للموسم القادم، لهذا السبب يمكن ما كان في إعلان لرحيل زيدان للمؤتمر الصحفي في مباراة الأمس. بالإضافة إلى يمكن عبد الله ما أعتقد أنه راح ينجح أليجري مع ريال مدريد، كلنا عارفين المدرسة الإيطالية ولعب المدرسة الإيطالية تفرق، يختلف شوي يوفنتوس وطريقة لعب يوفنتوس مع نادي ريال مدريد. كلنا يمكن شاهدنا أنشيلوتي يوم كان في ريال مدريد حصل على دوري أبطال أوروبا فقط يعني. فأعتقد أن زيدان يملك الثقة الكبيرة جدا من بيريز، وهو يعني ما يجعله أنه يتمسك فيه ويلبي جميع مطالبه في الموسم القادم. ممتاز جدا جدا. وإلى إيطاليا وتغريدة حول رونالدو نجم يوفنتوس، عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد أصبحت قريبة. السؤال، هل من المحتمل فعلا عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وهل هي مناسبة للنجم البرتغالي؟ شوف عبد الله، خلنا حين نتفق بأن خروج رونالدو هو 90% سببه في حال عدم وصول يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا. صحيح، لاعب في إمكانية وقيمة رونالدو لا يرضى أنه يلعب في فريق لا يشارك في دوري أبطال أوروبا. ممتاز. دائماً دوري أبطال أوروبا يعني البطولة الأولى على مستوى المحببة له شخصياً، وأيضاً البطولة المحببة له. فيعني أعتقد أن 90% هو السبب الرئيسي. بالإضافة إلى يمكن المبلغ المطالب فيه من نادي يوفنتوس هو 30 مليون يورو، بالإضافة إلى راتبه الكبير، فما أعتقد أن في فريق يمكن راح يجازف في التعاقد مع رونالدو وهو في هذا السن، خلينا نتكلم 37 سنة بهالعمر، يعني إيه يعني في هذه القيمة، يعني كانت قيمة السوقية شوي أقل فمن الممكن التعاقد معه، ولكن في هذه القيمة وفي هذا الراتب فأعتقد صعب جدا انتقاله لمانشستر يونايتد. أتوقع رونالدو أينما رحل رحلت معاه البطولات، يعني اليوم يوفنتوس خارج الوفاض لكن طلع بكاس. اليوم العصر راح يبين إذا راح يشاركون ولا لا، يطرون الميلان، أتلانتا، ونابولي. الثلاثة هذول في حال تعثر أي فريق فيهم ممكن يوفي يشارك في المركز الرابع. أكيد أكيد، يعني شوف عبد الله بلا شك يعني أنت اليوم لاعب بحجم رونالدو فإنه ينتظر مصيره في دوري أبطال أوروبا، فأعتقد أنها صعبة يعني بالنسبة له، صعبة جدا. أكيد طبعا. أحمد أنا استمتعت اليوم بحضورك، تواجدك فيانا في برنامج A to Z، كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبي، كل الشكر لك وكل الشكر للسادة المشاهدين، طول لي عمرك. ابتدي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا وياكم للختام من برنامج A to Z، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة الغد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.